لما بنحمص السميد ممكن عم نعطيه هاي الطعم الطيب. اول شيء بنستعمل كوب من السميد، بضيف عليه على حسب كيف بتحبوا كميه سكر، او نص كوب او كوب من السكر. فهلا بس عم حمصهم شوي، بدنا نحط مي وسكر نغليهم مع بعض، بننزل عليهم السميد، وبهذا الوقت فينا نغلي شوي من الباستا لنستعملها. تمام، بدك تعمل كبسه؟ يلا يعني بحاول استعيد. هي سهل، انا جاهز معك. شوفوا اليوم عم نتحرك بكل المطبخ، بما انه نحن قدر صغير هذا صغير. منيح، يلا اوكي اوكي تمام. حقطع لك انا البصل. في له غطا هذا؟ ها، له غطا، يخلق الغطا. اوكي، بصل، طماطم، عندنا بهارات وتونه. شغل هذا. بتعرف امبارح انا وعم شوف الاجواء الاوضاع، ذكرت انه سارة على الطياره، سارة بالطياره صح، فجربت ابعت لها مسج انه يكون عندها واي فاي، طلع عندها واي فاي، فعم اقول لها سارة كيف الوضع؟ قالت لي تمام مبسوطين. قلت لها طيب الاجواء عندنا شوي سسبنس. قالت لي لا، انه لهالدرجه السيئة. بتعرف كيف الناس احيانا بتبالغ بهيك مواقف؟ لصراحه على الاقل بس لحتى ما خوفك، أسوأ مما بتتوقع. يعني يمكن الناس كلها اللي دخلت اللي وصلت على المطار تفاجأت بكميه الناس المستنيه، لانه صحيح. يعني حتى مو قادر توصل لهم، يعني حتى اللي بده يساعد مو قادر يوصل على المطار. اكيد، وانا شفت من ستوري ساره صور، يعني صور هي في الطياره مصوره الرعد والبرق، ما صح. شاء الله كان منظر حقيقه مهيب. هي وصلت بالسلامه الحمد لله، حرام وصلت يعني بصعوبة وبعجوبة. يعني ممكن واحد يوصل لمكان أنه يقول يترجى الناس تجيبه. يعني حدا من أصحابي وصل مبارح على المطار، فكلم أخوي قال له أنه أنت سيارتك عالية بس جيبني، لأنه ما في أبدا سيارات مواصلات. قال له خلص أبشر أنا، يلا طلع بهالسيارة. فبيحكي معي عماد بيقول أنا طلعت بالسيارة وخلص أنه سيارتي عالية وتمام، وصل لمنطقة بعد 10 دقائق، إنه خاصة الطرقات الرئيسية مثل يعني الشوارع اللي بتوصل على المطار. نعم. اكتشف إنه مستحيل يوصل. لا لا مستحيل. قلت له وجه لك تحيتي بس مستحيل. يعني فيمكن كمان عنا بهذا الجزء ضروري يكون عنا مسؤولية، هي مو بس المغامرة إنه يلا نكب حالنا بالبحر. صحيح. إذا قادرين نوصل مثل ما اليوم نحن قدرنا نوصل على الاستوديو كان بها، بس اللي مو قادر يعني يعني نقول انه. وكثير مثلا من الاماكن والمؤسسات والشركات يعني ريحت الموظفين، وصار انه العمل عن بعد اونلاين، كثير هذا الاوبشن موجود. هذه البصله لك ولا لي؟ لا لك. تمام، سو شيف اليوم انا يا هاني. والله ما تقصرين، موضوع الجود بالموجود بطل فيه مسميات، ما تقصرين. طيب الرز وين؟ رز سوري اسف، بس راح نحط. امبارح كنت سعيده انه الكل دخل على المطبخ. كان في بيقول العاصفه كانت برعايه البوب كورن. كل حدا كان عم بيعمل بوب كورن وعم بيسهر ووضعه تمام. لكن استعمل زيت؟ لا زيت لا، لان التونه هي تكون هي فيها زيت. وين هذا بنحط؟ انه مشان تحسب كم كوب؟ يلا. لا بالعين، انا ترى طب اعملها بالعين. خلص بالعين. طيب هذا حطينا اوكي، قطع لك راح نحسب حساب كل المتابعين يعني السرفايفرز الناجين من العاصفه. تمام، هذا بسمتي ها؟ بسمتي صحيح. طيب. انت عاده بتحب تحط له مي سخن الرز ولا لا؟ تحطي له مي ساخن؟ شوف احيانا المي السخنه بتطلع منه النشفه، بيطلع بالطبخ افضل. اليوم حكينا انا وياك كان الصبح انه شو الوضع، قاعدين بالبيت ولا طالعين؟ قاعد تشتري يكون عندها يمكن جيران اكثر يعني نجتمع مع بعض. والله انا لو ما كان عندي دوام وكذا بالبيت صراحه، يعني ما لا انصح بالخروج. وين تروح؟ اغلب الطرق يعني فيها اشكاليات وفيها تاخير. للاسف اغلب الطرق لا تؤدي الى روما. اي والله، لكن الحمد لله احنا نقول انه شاهد موجود، الاشتراك في اي بي. انا امبارح كنت عم كمل مسلسل بشاهد، لانه لما سافرت انقطعت عن المسلسل وبعز المقطع. يعني اكشلي اولاد بديعه، يعني هذا المسلسل الوحيد. توك تابعتي؟ لا كان عندي باقي لي اخر كم حلقه، وبنص هيك ازمه المسلسل مع البوب كورن وكل الجو جاهز بينقطع الواي فاي. اوف. فما نقطعت الكهرباء، نقطع عندي الواي فاي. فعلا الواي فاي امس كان في مشكله بالخدمه صراحه المسلسل. في المسلسل الجديد لعبة حب. سمعت. في حلقة خاصة حلو. وجديدة. بكرة عنا الحلقة هون بصباح الخير يا عرب، يعني روعة. نعم. صراحة. أكيد.
اوكي انا هون بس حطيت المي والسكر. طبعا البصل انا البصل لو سمحتي. راح يكونون معنا باذن الله نجوم العمل ونتمنى انه يعني يوصلون بالسلامه ما يتاثرون بحاله الطقس اللي موجوده. لا خلص لبكره اتوقع شفنا بلشها بالطريق السيارات عم تسحب المي ان شاء الله ان شاء الله. وضع الطيارات كمان متازم كثير يعني اتوقع كل هالتاخير اللي صار والطيارات اللي تاجلت ممكن انه ياثر على رجعه بعض الناس. طبعا كثير من الرحلات تم الغائها. خبرنا على الكبسه شو. والله راح نسوي كبسه تونه شويه بصل انا عاده احط أطلع كمان لك. طماطم يلا طماطم. قاعد نشوف بعض صور المطار يعني الحاله تستوجب حقيقه الغاء كثير من وفي هذا الكنب قاعد يطير. يا الله اي موضوع الكنب انا اهم شيء كل شوي يقولوا حينزل برد اشيل السياره احطها من قدام ارجع احط السياره ورا وكل ما تهدى العاصفه ارجع افكر بالفعل يمكن مو متعودين وهي المواقف بتعلمنا كمان درس انه جهزوا حالكم لبعض الاشياء وخليكم يعني في ناس كمان مستفزين لما بيعيشوا كثير دور الضحيه. طب خلص في مروا عليك في موجودين هدول الضل بيصير يعني طيب حالك حال غيرك خلص خليكم بالبيت قعدوا بالبيت عادي ايش تعشوا افتحوا على البتونه مشوا حالنا يعني صحيح. طيب حطي هو بما ان الوضع كارثي فراح نسوي طبخه يلا كارثيه تونه مع على فكره هاي الوصفه كثير طيبه وهاني انت عملت لنا اياها قبل بالفعل تونه يعني كبسه التونه اللي هي انه عم نستعمل بصل وطماطم يعني عم غض نظر انا شوي عن اللي عم بيصير بس يلا ايه هو بما ان الوضع كله خارج السيطره. طيب خليني اخبركم هون بالنسبه للمامونيا حتى تكمل الوصفه عندكم بس يغلي المي مع السكر هنحط معه السميد اللي اوريدي حمصناه هاخذ معلقه ممكن نغطي عليه ونتركه على نار هاديه لحتى ينطبخ السميد تقريبا حوالي ربع ساعه وتعتبر هي الوصفه بس تسمك بتصير مثل البودينج يعني مثل المهلبيه تقريبا. لازم نحط لها قرفه وبنحط لها شويه زبده ممكن نحط معها اذا متوفر عندنا سمنه كمان تطلع لذيذه وطيبه مع شويه مزهر مع جبنه بيضاء كمان اكيد جود بالموجود اللي متوفر بيمشي حاله تمام. طيب بالنسبه للكبسه هون عندك انت البصل والطماطم والتونه بتحط عليها بهارات رز وخلص. والله عاده انا ما احط بهارات كثير زين حتخليها هيك مع رز و بس راح احط الرز وشويه ونحطها خلص نكبسها يعني خلص ديل جاهزين وسريع هي هذه يعني العزاب بدك اعطيك الرز يعني الرز بما انه احنا ما نقع يعني هو لازم شوي يعني ينقع بالماي تقريبا اقل شيء ربع ساعه بس لتوصل الفكره صح. ولكن بما ان الموضوع سريع فممكن نزيد للماي في الكبس اوكي يلا زين وانا اضمن لكم النتيجه وانا الضحيه اللي ما حد جرب لا ان شاء الله الامور زينه صراحه حلوه بعدين يمكن كمان فكره التونه انه عندنا بروتين اوريدي موجود لو تونه مو متوفر ممكن نعملها بالحمص يعني مثلا كثير تفاصيل يمكن مو ضروري نلتزم بالوصف الاساسي صحيح مي شوي حتى ايوه بس 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 شو كبسه تونه شوف لحظه دقيقه شوي زيدي بعد انتوا لاحظتوا الاتيتيود اي شيف الزباين ناطرين والله زباين ناطرين تم أوكي. اوكي كافي ملح. بس ملح الحين نقايس الملح ونشوف طيب هي شخصيه اللي هيك الشيف خف علينا والله شو اسوي بعد شو اسوي بعد